مساء الخير عليك زميلي العزيز الكابتن محمد عباس، ومساء الخير على كل مشاهدي قناة المحور وبرنامج الريمونتادا في كل مكان. من هنا من مدينة الشيخ زايد، وعقب انتهاء مباراة منتخب تونس ومنتخب مالي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، يسعدنا أن نلتقي ببعض الأشقاء من الجالية التونسية في القاهرة. طبعا في البداية كده بنرحب بيكم، وعايز أخد رأيك النهاردة في المباراة، شفتيها إزاي؟ المباراة كانت كويسة، المنتخب التونسي لعب كويس، بس مالي كان منتخب قوي الصراحة. إن شاء الله المباراة القادمة تكون في صالح تونس إن شاء الله. مين أبرز المنتخبات اللي بتتفرجوا عليها وبتشجعوها غير منتخب تونس؟ مصر أكيد مصر يعني، وكنا نتابع طبعا الجزائر كذلك، المغرب هو هذا، لكن ديما طبعا تونس، احنا ديما نتابعوا تونس ومحتاجين نفرحوا ان شاء الله، يسعفنا الحظ وتونس تفرحنا، ونستناو كذلك في ماتش مصر ان شاء الله المنتخب المصري. يعني مباراة عصيبة كانت النهاردة، شفتها ازاي مباراة منتخب مالي؟ مباراة للأسف ما تطلعتش للتوقعات اللي كنا نتوقعوها، كنا نستنوا في ردة فعل من اللعيبة التوانسة، ما فيش أي ردة فعل. اللعيبة الشوط الأول ممكن نقولوا أن الماتش يعني الشوط الأول كويس مش معقول، الشوط الثاني يعتبر احنا مش موجودين، ما جيناش خالص للأسف. اللعيبة اليوم باستثناء علي العابدي ما فيش، المنتخب التونسي ما جاش خالص للأسف، ما جاش. شايفة مباراة الأسبوع اللي جاي مع منتخب جنوب أفريقيا إزاي؟ هتبقى صعبة برضو، بس الحمد لله يعني احنا بقلوبنا معاهم، وان شاء الله ديما نشجعوا فيهم، ولاد بلادنا قويين ويجيبوها ان شاء الله. يعني كابتن محمد عباس، دي كانت اراء واراء الجمهور التونسي طبعا بعد مباراة منتخب تونس ومنتخب مالي واللي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. الان عودة مرة اخرى الى الزميل العزيز الكابتن محمد عباس وبرنامج الريمونتادا، تفضل إليك الكلمة.